وبشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تحت شعار السلامة الطرقية التزام. كبير رئيس جمعية السلامة الطرقية والنقل بعين حرودة. باليوم حملة تحسيسية وتوعوية اليوم 18 فبراير باش يكون بدون حوادث ويكون الجميع يشارك في هذه الحملة التحسيسية، وحنا ما بغيناش تكون إلا سنوية، بغيناها تكون شهريا أو بكل 6 شهور باش يكون واحد التحسيس والتوعوي لا في المدارس ولا في جميع الجهات المعنية، باش لأنه الحوادث تسير ولاو تيخسروا بشائر بس مادية وبشرية، باش تكون واحد التكلفة المالية يعني باهظة. حنا بغينا باش تكون واحد التحسيس التوعوية جميع يساهم، لا حكومة ولا نقابات وجمعيات ومجتمع مدني يساهم باش تكون واحد يعني نكونوا واحد المرتبة هي من المرتبة الأولى، ما كرهناش تكون في العرب المغرب العربي، ولا باش يكونوا ما تبقاش عندنا الحوادث السير، وكاين الحوادث السير كتتخلف إعاقة مستدامة، إنسان تيكون غادي كتوقع له حادثة وكيولي مسكين لا خدمة لا والو من حوادث السير. ونطلبوا من الجهات المعنية لا من الجماعات باش دير التشوير ودير لنا، وما كاينش حتى من الراجلين اليوم انتم كتشوفوا باش ندير واحد الحمله تحسيسيه باش مادام كتوحل حتى من المواطنين فينا هي من الراجلين، يعني كاين سؤال كيطرح نفسه. هذا كنطلب كل شيء يجتهد في هذا الشيء، ما يكونش واحد مريح في البيرو ديالو ويقول الامور مزيانه، اذا خص كل شيء الاشتراك الجميع باش ننجحوا التظاهره ماشي سنويا، ما بغيناها تكون كل شهر باش يكون واحد التوعوي والتحسيس لجميع المواطنين والمهنيين بصفه عامه. شكرا. كنت مدير الشباب اليوم كنشوفكم الحضور ديالكم، بغيت تفسر لنا نوع الحضور ديالكم حولاش. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا للمحمدية لايف على هذه التغطيه المستمره للانشطه اللي كتقوم بها دار الشباب والجمعيات العامله بمنطقه عين حروده. بالنسبه لليوم الوطني للسلامه الطرقيه، اعتادت دار الشباب انها دائما كتبرمج مجموعه من الانشطه بشراكه مع الجمعيه التنميه للسلامه الطرقيه وبعض الجمعيات النشطه على مستوى دار الشباب. دابا كاين هذا النشاط هنا في المركز اللي كتقوم به الجمعيه مشكوره ودابت على تقريبا يعني سنويا كيتنظم هذا اليوم التحسيسي. وكاين في العشيه في الثانويه كاين واحد عاوتاني لقاء مشترك مع الثانويه عين حروده ودار الشباب والاخوان ديال الجمعيه وبعض الفاعلين الاخرين اللي غادي يديروا واحد النشاط تحسيسي لفائده التلاميذ ديال الثانويه. وكاين يوم السبت في المدرسه ديال الغزوان بتنسيق ما بين دار الشباب وجمعيه التنميه السلمه الطرقيه والجمعيه المنظمه هي الجمعيه الوطنيه للتربيه والثقافه بعين حروده. هادو كل هاد الانشطه هذه كتدخل في الجانب التحسيسي لانه اثبتت يعني الاحصائيات ديال اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير بانه الاسباب البشريه هي طاغيه على الاسباب الاخرى، كاين اسباب ديال الطرق واسباب ديال التشوير ولكن الاسباب البشريه يعني هي الاولى، وبالتالي بان التحسيس كيبقى هو اهم حاجه يمكن نقوم بها، التحسيس ديال الناشئه الاطفال والشباب والسائقين والراجلين، وكنشكرهم مره اخرى.